C'est qu'on est en train de travailler notamment avec la Banque mondiale pour qu'on puisse avoir un débat sur un forum économique culturel. Un beau forum économique culturel. Donc sans plus tarder, on va passer à la projection du film Best of des événements de Rabat. نحن في الايام الاخيره للاحتفاليات للرباط كعاصمه للثقافه الافريقيه وكان لابد ختم هذه الاحتفالات بهذا اللقاء الوزاري المهم بالطبع باش ناخذ بعين الاعتبار الخلاصات ديال هذه الانشطه لان هذه اول تجربه تعيشها القاره الافريقيه بهذا المفهوم ديال يعني مدينه اللي تكون عاصمه للثقافه للقاره الافريقيه. خلاصات اللي بالطبع اللي هي مهمه لان الهدف بالطبع هو انخراط الحكومات الافريقيه في هذه المنهجيه الايجابيه باش انا ذاك العاصمه الافريقيه الاخرى هي كذلك تعرف واحد النجاح في هذا المجال. لان في الاخير عشنا لمده سنه مجموعه ديال الدول الافريقيه وصيفطوا لنا مجموعه ديال يعني الفنون ديال الدول ديالهم في جيل يعني الدول الافريقيه اللي خلاتنا نزيدو نتعرفوا خاصه ان الا كنعرفوا شيئا ما الدول العربيه اللي كيتكلموا باللغه الفرنسيه مجموعه ديال الدول اللي عندهم لغات اخرى اما يعني البعد ديال هاد الدول والبعد حتى الثقافي كيخلي ما كنعرفوش مجموعه ديال الدول الافريقيه. فهذه فرصه في ظل هذا البرنامج باش يكون واحد تبادل ديال في المجال الثقافي. ثاني حاجه بالطبع النقطه اللي مهمه جدا واللي الكل متفق عليها ان بالطبع ان الثقافه اليوم عندها مفهوم اقتصادي ومفهوم ديال الصناعه الثقافيه. والفكره هنا ان يعني يكون تبادل بالطبع التجارب في مجموعه ديال الدول الافريقيه ولكن تكون واحد يعني استراتيجيه مشتركه باش نوصلوا هذا المفهوم ديال الصناعه الثقافيه والاقتصاد الثقافي حتى الشركاء الدوليين. هنا كنتكلم حتى على الشركات الكبرى المقاولات الكبرى المؤسسات الكبرى اللي كيستثمروا في انواع المجالات والا الثقافه اللي كتبقى يعني دائما منسيه من طرف المستثمرين. واليوم يعني الهدف هو ان يكون وراء هذا اللقاء هنا في مدينه الرباط لقاءات اخرى كذلك هنا في المغرب حول المفهوم الصناعي والاقتصادي في مجال الثقافه. نذكر بان جميع الاخوات والاخوان هنا الوزراء الدول الافريقيه نوهوا بالطبع بالتوجه ديال المغرب والرؤيه الساميه لجلاله الملك في اطار يعني لا كوبيراسيون يعني التشارك يعني او التنسيق جنوب جنوب رؤيه ملكيه اللي بالطبع سيدنا الله ينصرو تكلم عليها في الفلوسومين ديال ابيدجان انذاك واللي خلات واحد يعني خلات واحد لاتخاص اللي مهمه جدا. واليوم جميع الوزراء هم يعني يشكرون هاد الرؤيه وكتبين لهم كترسخ اليوم بهذا اللقاء اللي كنعتبروه مهم جدا واللي هي بدايه ان شاء الله باذن الله لمجموعه ديال يعني مجموعه ديال اللقاءات اللي غيكونوا على الصعيد الافريقي وهنا في المملكه المغربيه كيف ما دخلت قلنا باش المفهوم ديال الصناعه الثقافيه اللي كندافعوا عليه في المغرب واللي موجود على الصعيد القاري وما ادراك بالثقافه هنا في هذه القاره. نحن هنا بدعوه كريمه من معالي وزير الثقافه المغربيه برعايه سمو الملك محمد السادس عاهل المغرب لبحث التعاون الثقافي بين مصر وكافه الدول الافريقيه وختام الرباط عاصمه للثقافه الافريقيه. تلك الاحتفالات التي أقيمت على مدار عام كامل ونبحث هنا المزيد نحو تفعيل العلاقات الثقافية بين مصر وكافة الدول الإفريقية.